يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، نعلم لزوم الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذكر، فهل هذا أيضا في حق غيره من الأنبياء إذا ذكروا؟ إذا ورد في حق الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك يشرع الصلاة والسلام على أي نبي من أنبياء الله إذا ذكر تبعا للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.